رحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نناقش فيها واقع طلاب التعليم العالي بضوء الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. معي في هذه الحلقة حبيب الله ولقاه، عضو بالجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. أهلا بك. في البداية نريد طبيعة الاحتجاجات الأخيرة وأبرز المطالب التي رفعتم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. في البداية نختار نتوجه بالتحية للمناضلين ومناضلات الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. صمودهم اليوم أمام آلة القمع الوحشية وأمام الهمجية الشديدة اللي واجهتهم بها قوات الشرطة، وهم ينظموا مسيرة سلمية ما يملكون فيها يكون مجموعة من الهتافات ردوها والشعارات اللي رافدين يندوا بها بواقع مزري يوصل للتعليم العالي للأسف، واللي يتوج هذا الواقع وهذا التردي الحاصل في منظومة التعليم العالي مؤخراً بقرار ارتجالي فردي تخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص تقليص اعداد الممنوحين من الطلاب في الداخل والخارج وحرمان الالاف من الطلاب الموريتانيين من حقهم في المنح. نختار نحييهم، كيف تجلى هذا الحرمان؟ نختار نحييهم ونحييهم على صمودهم، ونؤكد على ان النضال الطلابي على انه ماضي من اجل انتزاع الحقوق الطلابيه ومن اجل الدفاع عن المكتسبات. للاسف الشديد الجهات الوصيه بدلا من تعززها وبدلا من تحاول تزيدها تلتف عليها وتستخدم الحلول الامنيه في مواجهه المطالب الطلابيه العادله، وتطلق يد الامن للبطش والفتك بالمناضلين والمناضلات. اليوم هذا شفناه تجسد، لانه يعني عشرات الاصابات اليوم خلقت نتيجه للتدخل العنيف من قوات الشرطه، ونتيجه للاسف الشديد العقليه الامنيه المستحكمه عند وزير التعليم العالي والبحث العلمي مواجهه مطالب طلابيه بسيطه جدا وعادله رفعوها وقبلوا فيها الطريق القانونية والطريق الدستورية. المطالب أبرزها كيف قلت القرار الفردي والارتجالي بلغاء آلاف المنح الطلاب اليوم في التعليم العالي في مرحلة ليسانس ومرحلة ماستر ومرحلة دكتوراه من خلال استحداث معايير تقصي، معايير إقصائية تقصي الآلاف من الطلاب من, 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 من التعليم العالي الوطني. أيضا تم استحداث معايير فيما يخص طلاب الخارج، أقصت أيضا الكثير من الطلاب اللي مشاو وتغربوا في الخارج ياك يدرسوا تخصصات ربما غير موجودة في وطنهم. قامت آلة مجموعة القرارات الفردية والارتجالية عند وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرمتهم من أنهم ينالوا حقهم. أيضا الاحتجاج الطلابي احتجاج على وضعية مزرية للأسف الشديد، وصل لها اليوم الطالب في جامعة نواكشوط للأسف الشديد ياكي قد يوصل لجامعته يوصلها في ظروف للأسف أقل ما يقال عنه أنه ظروف مزرية، وضعية النقل غاية ما تكون في السوء، عدد قليل جدا من الباصات يتكدس فيه الطلاب بطريقة مهينة، محطات نقل لا تكفي للطلاب. أيضا وضعية الخدمات الجامعية بصفة عامة، وضعية المطعم الجامعي للأسف الشديد مطعم مؤقت يقدم يتسع لبضع مئات من الطلاب ويرتاده يوميا آلاف الطلاب. ايضا غياب سكن جامعي. سنعود الى واقع الطلاب. لا نريد ان نعرف هذه المعايير التي حددتها الوزاره للمنح في الداخل والخارج. للاسف الشديد وزاره التعليم العالي في خطوه غريبه جدا قامت باقصاء الطلاب اللي فوق اثنين اللي تحت 22 سنه من المنحه. وهذا ما هو اللي كان خالق ان كان اي طالب جامعي عنده 25 سنه يحصل على حقه في المنحه. ايضا استحدثت معايير بالنسبه لطلاب سنه ثانيه من مرحله الليسانس وطلاب سنه ثالثه من مرحله الليسانس، معايير مشحفه اقل ما ينقال عنها ان ملاها ما يدور اليوم طالب موريتاني يجبر مساعده تساعده بحاله قد يقرا بها. للاسف الشديد هي الحاله اللي وصل لها التعليم العالي اليوم للاسف من القائمين عليه انهم يحرموا الطلاب الموريتانيين اليوم من طريقه يعودوا قادين يقراوا بها. للاسف الشديد تجسدت كيف قلت هاي المعايير في تغيير معايير اسناد المنح من خلال استحداث معيار السن، من خلال ايضا استحداث معيار ما كان موجود بالنسبه لطلاب سنه ثانيه من مرحله الليسانس وطلاب سنه ثالثه من مرحله الليسانس وطلاب الماستر ايضا اللي يتمكنوا منهم يسجلوا في مرحله الماستر. طبعا وهذه عندها قصه اخرى للاسف الشديد طالتها يد 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 القرارات الارتجاليه وطالتها يد الالتفاف على المكتسبات الطلابيه، انه للاسف الشديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجره قلم يلغي معايير اعلنت عنها كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه لكن الوزاره في, 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 في القبول لمرحله الماستر، انها اعلنت عن معايير اياك تقبل بها ملفات الطلاب في مرحله الماستر، جات وفي النهايه وطبقت معايير اخرى انقصوا على اساسها الطلاب على اساس السن، وتم حرمان اي طالب فوق 30 سنه من انه يمارس حقه الطبيعي في انه يقرا،
ويحصل على شهادة عليا، وهذا للأسف الشديد ما هو موجود، ما هو عندنا نحن، أن تعود المنظومة الأكاديمية والمنظومة الخدمية في ذا الوضع المزري، وتعود للإدارة اللي هي جهة الإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتخبط في سلسلة من القرارات اللي تؤدي تساهم في انهيار هاي المنظومة، وتغيب جميع الفاعلين، وتحدث تراجعات حقيقية في ديمقراطية التعليم العالي. ما هي مبررات الوزارة؟ مبررات التي قدمتها الوزارة في هذه التغييرات الجديدة؟ تحدث تراجع حقيقي في ديمقراطية التعليم العالي، وتحرم الطلاب منهم يتواجدوا في المجالس الإدارية والتربوية في الكليات وفي الجامعات، إياك يقدروا يوصلوا صوتهم وإياك يقدروا يدافعوا عن حقوقهم، تقوم متعطل الانتخابات الطلابية، وتحرم الطلاب منهم يعودوا متواجدين. لم تجب على السؤال. مبررات الوزارة التي قدمت في تغييرات. للأسف الشديد ما هناك أي مبرر لا أخلاقي ولا قانوني لهذه مجموعة القرارات الارتجالية ومجموعة الخطوات الفردية اللي يقوم بها وزير التعليم العالي. ما هو عندهم شيء يقد ينقبل فيها أنه حالة انتقام من التعليم العالي ومن جميع الفاعلين به. هذا هو اللي قد اليوم يوصف به واقع التعليم العالي للأسف الشديد، الوضعية المزرية اللي وصلها يسوس من الناحية الأكاديمية والمناهج التعليمية المتقادمة اللي ما خلقت فيها مراجعات واللي طبقت فيها نظام LMD، تم تحويل المناهج القديمة وتم تدريسها في هذا النظام الجديد، تم تطبيق معايير غير أكاديمية لاختيار الطلاب للدراسات العليا اللي هي مرحلة الماستر ومرحلة الدكتوراه، وتم أيضا للأسف الشديد هناك عملية ركود كبيرة جدا في المكتبات بالنسبة للكليات، وعملية تعطيل حقيقي للبحث العلمي على مستوى جميع الكليات. هذا بالنسبة للجانب الأكاديمي. الجانب الخدمي للأسف الشديد يشهد مجموعة من الانهيارات غير مسبوقة في ظل الإدارة الحالية للمركز الوطني للخدمات الجامعية، وأولها عجزها عن توفير سكن للطلاب بالرغم من أنهم لهم 4 سنوات انتقلوا للمركب الجامعي. إلى حد الآن للأسف الشديد هم عاجزين عن يفتتحوا لهم سكن يستوعب 2000 و3 منهم. إياك يخفف من الضغط اللي يخلق يوميا على شمال حق 30 بيس ترفد قريب من 3000 طالب يوميا يتكدسوا فيها بطريقة مهينة، لكنهم يقدروا يوصلوا جامعتهم ويوصلوا دائما متردين، واللي لا يعقب يترد من اختباره واللي لا يعقب يترد من امتحان. هل طالبتم لقاء الوزير لطرح مطالبكم قبل الاحتجاج؟ احنا ايدنا مفتوحة دائما للحوار، مفتوحة دائما، يد مبسوطة، لكن لم تطلبوا لقاء الوزير. نحن ايدنا مبسوطة للحوار وايدنا ممدودة له. للأسف الشديد شفنا الطريقة اللي يتعامل بها وزير التعليم العالي مع الاحتجاجات الطلابية، يتعامل معاهم منطق أمني مستحكم، هو إطلاق اليد الأمن للبطش بالطلاب، وهذا شفناه اليوم. شفنا عمليات ضرب وسحل للطلاب وللمناضلين ومناضلات الجبهة الطلابية للدفاع عن حقوق المكتسبات، وتأثروا منه العشرات من الطلاب اللي في ظروف الامتحان وفي وضعية ذنبتها يتم تعطيلهم ويتم كسر عظامهم من أجل أنه يرجعهم عن يوصلوا صوتهم، وهم استخدموا طريقة قانونية جدا وسلمية جدا في التعبير عن 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 الواقع المزري اللي وصلوا له، طلقوا صرخة حقيقية من أجل مواجهة واقع التعليم العالي المزري. المنظومة للأسف الشديد اللي لها 4 سنوات الآن تسير نحو الانهيار، يلا يتداعى لها جميع الفاعلين في القطاع من أجل إنقاذها. للأسف الشديد أن هاي مجموعة القرارات الفردية وسلسلة الخطوات الارتجالية اللي يقوم بها وزير التعليم العالي أنتجت أن اليوم منظومة معطلة وتسير في نفق مظلم، يلا جميع الفاعلين يتداعوا لها. لا هي من الناحية الإدارية استقامت حيث ممكن الطلاب من أنهم يمثلوا في مجالسهم ويعبروا عن رأيهم وتنظم لهم انتخاباتهم ويشاركوا فيها، بل للأسف الشديد تم التراجع عنها في قرار ارتجالي أحادي من الإدارة، وتم تعطيل أيضا ديمقراطية التعليم العالي واللي حصل فيها من تغييب أصوات جميع الفاعلين. لماذا لم تطالبوا لقاء الوزير حتى تطرحوا عليه مطالبكم بشكل مباشر قبل الاحتجاج؟ الوزير اللي عدل للطلاب اليوم اللي جاءوا، هذا هو اللي شفته اليوم واللي شاف الرأي العام الوطني، قدم لهم الشرطة وسحلتهم وضربتهم، هذا هو اللي عنده هو من الحلول، وهو اللي له 4 سنوات كانت تقوم بدورها. لا 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 لا، هذا هو اللي قدم لهم له 4 سنوات من يجي أي طالب يحتاج. إجابة على السؤال، لماذا لم تطلبوا لقاء الوزير لطرح مطالبكم؟ الوزير فاتوا الطلاب طلبوا لقاء وفاتوا سعوا في أنهم يجبروه، للأسف الشديد هو له 4 سنوات قافل عليه مكتبه، يتخذ من القرارات الارتجالية والفردية ويمتنع عن لقاء أي كائن من كان في القطاع، إياك يقدر يفاصل فيها أيديه، لأنه للأسف الشديد مجموعة القرارات اللي اتخذ
تنبئ للأسف الشديد عن قصور كبير في عملية الإدارة، يسوى من الناحية الإدارية، يسوى من الناحية الأكاديمية، يسوى من الناحية الخدمية، وهذا هو اللي وصلنا له حالا. للأسف الشديد عندنا قاب قوسين أو أدنى من انهيار في منظومة التعليم العالي للأسف الشديد في موريتانيا نتيجة لهذه المجموعة. الجبهة الطلابية تضم عدد كبير من الاتحادات الطلابية، برأيك هل هي قادرة فعلا على رفع التحدي؟ الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات راسمة خط نضالي سلمي واضح لها، ما هو لا يتأثر بشيء يسوى شنو هو، ما هو لا يتأثر بوحشية الشرطة وقمعها العنيف، ما هو لا يتأثر بعمليات السحل اللي شفنا اليوم خرقت للمناضلين والمناضلات ماشيين في نضالهم من أجل تحقيق المطالب الطلابية، ولا مجال للتراجع عنها، ولا لا يتأثر، يسوى ما لا يتأثر عليها لا ظرفية الامتحانات، ولا يتأثر عليها لا ظرفية الراحة، ولا يتأثر عليها النضال الطلابي نضال متصاعد من أجل ما هي آلياتكم في هذا النضال؟ نيل المكتسبات الطلابية، جميع الطرق القانونية لا نطرقوها، وجميع الوسائل اللي يتيحنا القانون لا نتخذوها، واتخذنا اليوم جزء منها، وهو حقنا في تنظيم مسيرة سلمية ردوا فيها رافدين عندنا مجموعة من الشعارات، وعندنا ردوا مجموعة من الهتافات، ولا عندنا شيء آخر للأسف الشديد. وواجهنا بهذه الطريقة الأمنية البوليسية العنيفة جدا بقرار للأسف الشديد من القائمين على التعليم العالي الوطني، للأسف الشديد أنهم أي مطلب طلابي جاد يواجهوا بهذه الطريقة الهمجية الوحشية البربرية اللي شفنا اليوم تتخذ ضد طلاب عزل، يردوا مجموعة من الشعارات وعندهم شمل التواغط رافدينهم وجايين من جامعتهم، للأسف الشديد يبرعنهم وعدين وزارتهم إياك يوصلوا لها صوتهم تقوم تستقبلهم بهذه الطريقة البربرية الحيوانية، إياك توصل إياك تكسر عظامهم وإياك تسحلهم وإياك تعذب أرواحهم. هذه الاحتجاجات الأخيرة التي جاءت اليوم تقول أنها احتجاج على معايير وضعتها الوزارة، وأنتم تقولون بأن المعايير القديمة أحسن، ما الذي يثبت ذلك؟ أنه هي واضحة، هو رقاش كان يمتنح، رقاش عنده 25 سنة عادي يمتنح، حد عنده لا 22 سنة معناه أن عدد الممنوحين زاد ولا انتقص، معناه أنهم تلقائيا للأسف الشديد هناك عملية تقويض للمكتسبات الطلابية وعملية، لكن هذا يتأثر بالكثير من العوامل، ربما لأن الطلاب الآن في السن 22 أغلبهم متواجد، لا للأسف الشديد أغلبية طلاب التعليم العالي اليوم التعليم العالي لا بالطريقة اللي كان بها ما طرأ له شيء، الطلاب اللي كانوا يدخلوا الجامعة هم اللي كانوا يدخلوها في السن اللي كانوا يدخلوا بها للأسف الشديد، بدلا من هذا يفتح باب الكثير من بدلا من الوزارة تقوم وتزيد المنح الطلابية والله تخرص لهم الآلية يصرفوا لهم بها بطريقة شفافة وبطريقة نزيهة، تقوم وتقلص عددهم وتقوم مملين يحتاجوا الطلاب عليك تقوم تقمعهم، وإذا ما هو واحد ما قضية المنحة وحدها ولا منح الداخل وحدها للأسف الشديد، اللي وعدل في منح الخارج للأسف الشديد شيء غريب جدا إنه طلاب مشاو وتغربوا ياك يقرأوا تخصصات ما هي موجودة في جامعاتهم ومشاو من أجل أين هذه الوطن. ليست مسؤولية الوزارة، طلابهم من يتحدثون تخصصات ومشات غير خارجة معايير كانت مطروحة أصلا من أجل إسناد المنح للطلاب الموريتانيين في الخارج، قام وزير التعليم العالي الحالي والبحث العلمي بشرة قلم ولغاها وحرم الطلاب في الخارج من حقوقهم، لا هذا وحده ولا هي قضية المنحة وحدها، هناك منظومة خدمات جامعية منهارة، هناك منظومة أكاديمية للأسف الشديد داخل نفق مظلم، ومنظومة إدارية للأسف الشديد وضعيتها هذه هي اللي قلت أنها تسير بطريقة أقرب هي للتخبط من هي عملية اتخاذ قرار إداري سليم. اليوم للأسف الشديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة في التعليم العالي، وأدى ذلك للأسف الشديد أن تعطلت المجالس وتعطلت الهيئات عن تمارس دورها، وعادت ترتهن للفرد وترتهن للشخص الواحد تحانيه يقول هذاك اللي تعدل، للأسف الشديد وانتجنا منظومة تعليمية متعطلة، وهذا هون نداء استغاثة لجميع الفاعلين في القطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنهم ينقذوه من هذا الواقع المزري للأسف الشديد اللي وصل له، وأنهم يتداعوا من أجل منظومة التعليم العالي الموريتاني تضطلع بدورها وتأخذ من هذا النفق المظلم اللي فيه وتقبل مسار تطوير حقيقي قاد يؤتي ثماره وقاد يستفادوا منه طلاب التعليم العالي وقاد موريتان فعلا تخرج من خلاله كوادر ساهموا في عملية بناء الوطن، لأن للأسف الشديد الآن ذلي موحول فيه حالا للأسف الشديد. بناء على هذا التعاطي، بناء على تعاطي الوزارة الذي تذكر، ما مستقبل احتجاجكم؟ نحن احتجاجاتنا متواصلة، سأسمع إجابتك لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ثم نعود.
جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد لهذا اليوم، والذي نناقش فيه واقع طلاب التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا مع ضيفي حبيب الله اللقاح، عضو بالجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. قبل الفاصل كنت سألتك عن مستقبل هذه الاحتجاجات في ضوء تعاطي الوزارة معكم. للأسف الشديد التعاطي اللي شفنا اليوم ما ينبئ نهائيا عن عقلية تتجه نحو حلحلة الأمور، نهائيا ينبع عن عقلية أمنية طاغية ومستحكمة عند الوزير، وطافحة أيضا بالكراهية تجاه الطلاب للأسف الشديد، لأنه هذا التعامل اللي شفنا اليوم للأسف الشديد تعامل بربري همجي وحشي. نأكد أن مستمرين في نضالنا السلمي من أجل نيل مكتسباتنا ومن أجل الدفاع عن حقوقنا، هذا هو اللي عندنا، ولا نسلك فيه جميع الطرق القانونية، ليكفرنا القانون يكفرنا الدستور، ولا هي نستخدمها كاملة من أجل أن ننال حقوقنا. مستقبلنا للأسف الشديد في ظل هذه الوضعية القائمة، مستقبل التعليم العالي للأسف الشديد في ظل هذه الوضعية القائمة ينبئ عن خلل عميق جدا يحتاج المعالجة جادة. يالت القائمين على التعليم العالي يسعوا فعلا لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل الموجودة، يسعوا لتوفير نقل ملائم للطلاب بحيث أنهم يعودوا يقدوا يوصلوا في ظروف آدمية، لا ظروف آدمية لجامعتهم والكلياتهم اللي يقرأوا فيها، بحيث أنهم يقدوا يجبروا مادة علمية قادين يستفادوا منها، يتوفر لهم خدمات إطعام مناسبة للمشقة اللي يتكبدوا يوميا من أجل الوصول للجامعة، ويفتح لهم السكن الجامعي المقفول دون أي مبرر للأسف الشديد مقنع نهائيا، ما عنده أي مبرر يتم مقفول قدام الطلاب، ويمكنوا من أنهم يجبروا منحهم بمعايير تمكن أنهم منهم يقرأوا فعلا، وتوفر لهم مساعدة ياك يواجهوا بها أعباء الدراسة اليوم، يواجهوا بها طريقة قادين يشروا بها مذكراتهم، طريقة قادين يواجهوا بها أعباء الحياة اللي ما توفى، يكانهم فعلا يعودوا قادين يقرأوا، يعودوا قادين يأدوا دورهم اللي منوط بهم. هذه الطلاب، هذه الجبهة البعض يقول بأنها تتأثر، بعض يعني اتحاداتها تتأثر بالسياسة الداخلية، لأنها يعني البعض يقول بأنها يعني كل اتحاد منتمي لحزب سياسي معين، هل يؤثر ذلك سلبا على مسعى الجبهة؟ شفت هاي للأسف الشديد أسطوانة مشروخة قديمة تكررها الوزارة وعبارة عن شماعة تستخدمها للأسف الشديد إن تعجز عن حل المشاكل الطلابية، لا يحلون مشاكلنا اللي موجودة ويتراجعون عن هاي القرارات الفردية الارتجالية اللي قاموا بها ويقبلوا مسار حقيقي من اجل اصلاح المنظومه التعليميه، يا وذيك الساعه راني نتكلم وذيك الساعه عودوا هم يقدوا يتكلموا، يا غير لكن انا اسال هنا فقط عن قدراتكم يخفقون للاسف الشديد، يخفقوا في انهم يعدلوا الشيء في منظومه متولين ادارتها توصل لهي المرحله من الانهيار، يقوموا عقب ذاك بدلا من انهم يحلوا المشاكل يقوموا يلقوا الاتهامات ويوجهوا جزافنا اتهام باطل عباره عن اسطوانه مشروخه عباره عن شيء من الكلام الفارغ اللي يقولوه للاسف الشديد من يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الطلاب، ومن يعجزون عن حل ايجاد حلول حقيقيه للمشاكل الطلابيه اللي موجوده اليوم، وين هو طالب اليوم ما يكابد المشقات اياك قد يمشي باكرا صلاه الصبح الساعه 6 ولا 7 اياك قد يوصل الجامعه الساعه 8:30، وين هو طالب اليوم لا يروح لاهله سابق التاسعه ولا العاشره في الليل، وين هو طالب اليوم لا قد يجبر وجبة نافعة يقدمها له المطعم الجامعي، وين هو طالب اليوم متوفر عنده سكن جامعي ساكن فيه، وين هو طالب اليوم جابر منحته بطريقة عادية، وين هو ما هو خالق اليوم المنح. للأسف الشديد القرار اللي اتخذ فيه إدارة الخدمات الجامعية كان قرار كارثي وأنتج مئات الأخطاء في عمليات صرف المنح، وهو صرف عن طريق الوكالات البنكية، وعادت كل يوم الطالب ملزم أنه لا بد له من يدب ربما ترى الوزارة أن هذه الآلية أنسب يدب الطالب أنسب له حد يصرف له المنحة في بل من أن يقرأ، وهو اللي كان يعدل وتنصرف له المنحة في بل من أن يقرأ عند جامعته ويشوف المحاسبين ويسلموه ذيك المنحة الهزيلة اللي هي عبارة عن 8500، اليوم عادوا ينفرضوا عليها الضرائب وعاد لا بد من تنقطع لها كارت بنكر وعاد لا بد لها من يدير عليها البنك ضريبة، وتحولت المنحة بدلا من أن زادت هي في الحقيقة تقلصت، وعاد الطلاب بدلا من 3500 هزيلة وضعيفة جدا كانوا يجبروها قبلت وقلصت بهذه الطريقة اللي هي، وين هو طالب اليوم
جابر في الجامعة عملية تشجيع حقيقي على البحث العلمي والإبداع والابتكار، هذا منين هو اليوم؟ ما هو خالق للأسف الشديد. وين هو البحث العلمي والابتكار هذا حتى يشجع؟ طلاب موجودين وموجودة خامات وموجودين عندنا من الطلاب العباقرة اللي قادين إن وجدت لهم ظروف مناسبة يبدعوا ويبتكروا، غير للأسف الشديد وين هي؟ هو الطالب اللي يخرج يدافع عن حقه تدقدق يده والله يندمق والله تخرج له رواية بنتيجة القمع الوحشي والهمجي اللي يتعرض له، هذا هو للأسف الشديد عقلية أمنية مستحكمة ومستفحلة عند القائمين على التعليم العالي اليوم، أدت بهم أنهم يعودوا ينتقموا من الطلاب ألا على أنهم نظموا مسيرة سلمية يهتفون بها بتغيير واقع مزري معاشر للأسف شديد، وينادوا فيها بإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، أنهم للأسف شديد اتخذت الإدارة مجموعة من القرارات الكارثية على التعليم العالي، وأولها التراجع الكبير الوزارة ترى أنها حق أدرى بمشاكل الطالب يعني لا تحتاج لإشراكه حتى من درايا كان التراجع اليوم عند مقرطة التعليم العالي وحالة الاستفراد الكاملة بالقرار عند وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم كانها إصلاح حقيقي وتغييب الجميع الفاعلين اليوم في القطاع من طلاب وأساتذة وعمال. للأسف الشديد منظومة أصبحت ترتهن للشخص الواحد، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وتم تعطيل الانتخابات الطلابية بطريقة مقصودة، وتم تم تم تغييب يغيب الصوت الطلابي عن إيصال المشاكل الطلابية للجهات المباشرة له، كيف الكل عمادات الكليات ومجلس إدارة الجامعة وإدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية واللجنة الوطنية للمنح، تم تغييب الصوت الطلابي عن جميع هذه المجالس. إياك تم هناك عملية انتقام حقيقي من الطالب، وهناك عملية استبعاد له عن جميع عن مراكز اتخاذ القرار، وتم في النهاية لين يأخذ طالب حقه ولا يلاحظ خلل ما تعاطت معه الجهات الوصية بطريقة مناسبة يقوم يبتط ويقوم ينسحل ويعود مصيره أنه يعامل معاملة المجرمين بدلا من طالب علم يحلم يوما ما أنه يعود في مركز قرار قاد يخدم به وطنه وقاد يخدم به بلده وقاد يؤدي به دوره في عملية النهوض بالوطن. للأسف الشديد ذا كيف قلت هذا ذلك المشاكل اللي هي متعاظمة يسوى في جانبها الإداري المتعلق بتغييب صوت الطلاب وتعطيل انتخابات تمثيل الطلاب، ويسوى منها متعلق بجانب الأكاديمي اللي هي عملية تقادم المناهج التعليمية ومعايير غير أكاديمية في اختيار طلاب الماستر، ويسوى في حالة الانهيار والتردي الكامل في المنظومة الخدمية. من يحدد أنها غير أكاديمية؟ معايير غير أكاديمية وبس حين يعود ينحرم الطالب من أنه يقرأ على أساس أنه خلاقه سنة 85 والله خلاقه سنة 84 والله خلاقه سنة 88 والله 2000 والله 2000 والله 99 شن هو وين هي اليوم؟ نحن اليوم من درايه كان في وضعية عندنا فيها فائض من النخب وعندنا فيها فائض من الأدمغة اللي نعود نستغناه بها عن الطلاب، يعودوا للأسف الشديد الطلاب يجوا ياك يقرأوا قالوا أنت ما تقدر تقرأ بين اللي المعايير اللي أصلا حددنا قال إننا نغيروها بين 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 اللي ما قدوا يكون غيروه توبي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ظاهر له إن حد عنده 30 سنة ما يقدر يقرأه ها معيار غير أكاديمي ما هو أكاديمي يخطر عليه الطلاب ولا هو أصلا المعيار اللي قعدت له اللجنة وحددته إياك تخطر عليه الطلاب. عدنا هون قدام إشكال وتول للأسف منظومة مرتهنة الفرد يسيرها كما يشاء من دراء الواقع اليوم. أنتم في الجبهة الطلابية هل طالبتم بمبررات لهذه الإجراءات؟ هي إجراءات للأسف الشديد واضح فيها أن فيها عملية استهداف حقيقية للمكتسبات الطلابية، وفيها عملية تغييب حقيقية للصوت الطلابي عن مختلف المجالس، وفيها عملية انتقاص من مكتسبات وانتقاص من منح موجودة، فيها عملية محاولة دس محاولة دس الرأس في الرمال عن المشاكل الطلابية الموجودة بكل الأمانة. طرقنا جميع الأبواب الممكنة من أجل حل المشاكل الطلابية. ما أجبرنا معكم. ما أجبرنا ما هو للأسف الشديد تصامم والتعنت، وفي النهاية عندنا مجبرين على أن نوصل صوتنا بالطرق اللي يتيحنا القانوني لين لجأنا لها. أجبرنا من للأسف الشديد قدامنا آلة بوليسية قمعية بربرية همجية وحشية استخدمت ضدنا أساليب لا إنسانية من أجل أن تردعنا عن طالب ومطالبنا. غير نختار نقول علينا ماشيين في النضال من أجل مطالبنا، وأن مطالبنا لا يلبوها
ولاه ان شاء الله تعالى يتباركوا مع حاله تلبي بها المطالب الطلابيه، ولا الطالب الموريتاني ما هو متراجع نهائيا. ما هي الخطوات القادمه التي خطوات سندرسها في حينها، وستتخذ الجبهه الطلابيه للدفاع عن حقوق والمكتسبات ما تراه مناسبا من اجل الدفاع عن حقوق الطلاب، ومن اجل تمكين الطالب الموريتاني من انه يجبر حقه، ولا تتاثر احتجاجاتنا بوضعيه الامتحانات، ولا يتوقف الشيوخ على اجتهاداتنا، لا يتم متصاعده ومتعاظمه، ولا يتم ماشي لين ينال الطالب الموريتاني حقه ويتمكن فعلا من انه يعود يشعر انه طالب علم، ويشعر انه طالب جامعي على قدم المساواه مع زملاء ونظرائه في العالم الاخر. للاسف الشديد نحن وصلنا اليوم الحالة من تردي منظومة التعليم العالي للأسف الشديد نتيجة من القرارات الارتجالية والقرارات المرتبكة والسياسات الفردية. يسوى اللي منها يمس الطلاب هون في الداخل، ويسوى اللي منها يمس الطلاب هون في الخارج. قولي باسم حيلة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 120 منحة واعدة المملكة العربية السعودية، وعقب ذاك يعقبوا يمشوا 9 طلاب، ويجوا الطلاب ويدبوزوا ملفاتهم ويسلكسيونوا 120 رقاش تعدل بها لائحه لا تمشي، ينقال لهم لكن لا ما كنا شاكين انهم يدوروا ذا، ولا عقبنا عادوا لا يمشوا ولا 4 ولا 5، الله اعلم الطريقه اللي مشاوا بها. للاسف الشديد هذا ينبئ عن حاله ارتداد، ربما تحدد الوزاره، ربما تحدد الجهه التي سيذهب اليها الطلاب، حاله تخبط وحاله ارتباك يسير بها التعليم العالي اليوم للاسف الشديد، وواضحه في جميع مناحي اليوم التعليم العالي، واضح انه يسير بطريقه من التخبط والارتباك ما تقدر تستمر اذا لم يتداعى الفاعلون في القطاع كاملين من اساتذه ومن طلاب ومن عمال، والجميع يتداعى من اجل انقاذ التعليم العالي الموريتاني، لانه للاسف الشديد المنظومه التعليميه عادت في خطر بطلابها وباساتذتها وبعمالها كامله، عادت في حاله خطر حقيقي، وعادت تواجه حاله موت سريري اذا لم يتداعى الفاعلون جميعا لانقاذها من هذا الواقع المزري، من هذا النفق المظلم اللي دخلت نتيجه لهذه القرارات الفرديه والتخبط اللي يسير به وزير التعليم العالي والبحث العلمي لملف اهم ملف حساس جدا، ملف اكاديمي يتعلق بالتعليم العالي الوطني. نختار نقول اعلنا ماضنا في نضالنا في الجبهه الطلابيه، واعلنا مجدين التحيه. انتم في الجبهه الطلابيه مجدين، ما السر في اختياركم لهذا التوقيت قبيل الامتحانات بقليل؟ نحن اجبرنا على اننا نحتج، نحن ما نختار ويكون تعود امورنا ماشيه بطريقه عاديه، لكن الاحتجاج قبيل الامتحانات قد يؤثر على بعض الطلاب، يعني لا علاقه لهم بهذه الاتحادات. الطلاب خاضوا اليوم وتظاهروا بطريقه سلميه وبطريقه عاديه، يا غير للاسف الشديد اللي ما كان سلمي هو للاسف الشديد قوات الشرطه اللي واجهت الطلاب بطريقه حيوانيه، وقامت ترفسهم وتركلهم وتضربهم وتستخدم لهم العصي والهراوات من اجل تفريقهم. للاسف الشديد الممسكين اليوم بزمام التعليم العالي هم اللي ما كانوا انسانيا في تعاطيهم مع مطالب طلابيه بسيطه ومطالب طلابية واردة جدا. نختار نقول اعلنا مجدين التحية لمناضلين ومناضلاتنا على 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 صمودهم وثباتهم اليوم، اعلنا ماضونا في نضالنا لين يتم تمكين الطالب الموريتاني من حقه، وانه يوصل حقه، وانه يتم يحصل على تمثيل حقيقي في مجالس إدارية وتربوية، ويتم تفعيل ويتم التراجع عن هذه الانتكاسات اللي خلقت على مستوى دمقراطة التعليم العالي، ويتم ايضا شكرا على مستوى منظومة التعليم المنظومة الخدماتية المنهارة، يسوى المتعلق منها بالنقل، ويسوى المتعلق منها بالمطعم، ويسوى المتعلق منها بالسكن، ويتم أيضا تحديث مناهج التعليمية وتوفير مكتبات حقيقية وتعميم الماستر على الطلاب، وتمكينهم منهم يقدوا ويوفر لهم تعليم عالي ذا جودة ويلبي طموحهم أنهم يعودوا في ظروف قادين يقرأوا بها. نضالنا سيواصل تصاعده وسيواصل شكرا لك حبيب الله واللقاح عضو الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. مشاهدينا الكرام شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، السلام عليكم.